السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السؤال يا شيخنا الحبيب. سل. هل أبدأ بدراسة صحيح مسلم قبل البخاري أو البخاري قبل المسلم؟ كله جائز. كله جائز. وكيف أحسن الله إليكم، وكيف أحفظ الأحاديث؟ أقصد الأحاديث البخاري ومسلم. يعني لا 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 ترهق نفسك بالسند صحيح؟ نعم. او على يعني هل احفظهما على الكتاب او نسيا او على الجماعات كال انت الصحيحين او ممكن شيخ لحية الجمع بين ممكن الصحيحين. ممكن في الاول تحفظ على اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه شيخان. نعم. السلام عليكم.